النية في الصيام، هل هناك فرق بين النية في الفرض والنية في النفل؟ من يعرف؟ ها محمد تقدم. هل هناك فرق في النية بين الفرض والنفل؟ نعم، النية في الفرض لابد تبيت النية من الليل. كيف يبيت النية؟ مجرد أن يأتي الخبر بدخول شهر رمضان، ماذا يصنع؟ ينوي. ماذا يقول؟ اللهم إني نويت صيام هذا العام 1436 في مدينة كذا على توقيت كذا في يوم كذا. يصح؟ النية محلها القلب، وكل واحد منا عندما يسمع دخول الشهر نوى الصيام، صحيح؟ نعم. وتكفي النية في أول الشهر عن الشهر كاملا، الله يفتح عليه. أما صيام النفل فيصح من أي ساعة من النهار حتى لو قبل غروب الشمس بلحظة، ما لم يأكل أو يشرب أو يأتي يفسد الصيام. مثال هذا الأخ استيقظ بعد صلاة الفجر وما شاء الله أكل وشرب، وبعدين بعد هذا قال أريد أن أصوم، يصح؟ لا يصح. لكن نام على نية أنه يصوم، استيقظ صائما، أكل وشرب ثم تنبه أنه صائم، ماذا يصنع؟ يتم الصيام. طيب.